طموحي كشخص منذ الطفولة إنه أصير دكتور، وهذا الإشي اللي أنا عن جد اللي هي أمنية من زمان، مش أمنية زي ما تحكي زائلة أو أمنية مؤقتة، لا هو حلم منذ الطفولة إنه أصير دكتور. كتير ناس بتسألوني ليش ما رحتش درست هندسة ميكانيكية أو تدرس إشي اللي أنت بتشتغل فيه وبتعمل فيه وبتحب تعمله. مظبوط أنا بحب موضوع الهندسة والهندسة الميكانيكية، بس حابه كهواية، مش حابب إنه أكون مختص فيه. لا سمح الله صار حادث بنفخ الإيرباك. مشروعنا باخذ الإشارة من الإيرباك إنه نفخ، بفك الحزام بعد 15 ثانية من وقوع الحادث. ليش 15 ثانية؟ لأنه معدل الوقت اللي بتتطلبه إنه تستقر السيارة بعد الحادث هو 15 ثانية، لأنه أنت ما بدك يفك الحزام والسيارة لسه بتتحرك بعد الحادث، ممكن يخرب برضه. برضه الإشي الثاني اللي بعمله، ببعث SMS بإحداثيات موقع الحادث، خطوط الطول وخطوط العرض، لطواقم الإسعاف والدفاع المدني والشرطة بموقع الحادث بالضبط. بالي بلاس، قناة فلسطين الرقمية.